أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه تحزن إن الله معنا إلا تنصروا فقد نصره إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار فأنزل الله سكينته عليه وأيده وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا.